بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت أمس عملية الفارس الشام 2 لدعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا لإزالة أثار الزلزال. عملية الفارس الشهم 2 هي عملية موحدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تقودها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بمشاركة فاعلة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهلال الأحمر ومؤسسة الشيخ زايد ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. بالنسبة لموقف العملية يوم أمس، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة سبق بوصول عدد 3 طيارات عسكرية تتبع القوات الجوية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا، تقل على متنها فرق البحث والإنقاذ والمواد الطبية، كما تم تسجيل سابق آخر مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة في تركيا، وهو تسجيل تواجد دولة الإمارات في المرحلة الأولى ضمن فرق البحث والإنقاذ الدولية في سبق إنساني يسجل لدولة الإمارات، وتم تحديد منطقة مسؤولية خاصة لدولة الإمارات وهي منطقة كهرمان ماراش في غازي عنتاب. وصلت عدد طيارتين إلى أضنة، مطار مدينة أضنة، والآن سوف تصل طائرة إلى مطار مدينة غازي عنتاب، وأول هبوط لطائرة في هذه المدينة سبق جديد بيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة لموقف العملية اليوم، المخطط إن شاء الله تنفيذ عدد 7 رحلات، منها عدد رحلتين إلى دمشق، وتم انفتاح فريق قيادة متقدمة لعملية الفارس الشهم الموحدة على مستوى الدولة في مطار مدينة أضنة، وجاري العمل على فتح قيادات متقدمة أخرى. عملية الفارس الشهم هي عملية منسقة مع تركيا وسوريا، وليست عملية دعم يعني عشوائية أو غير منسقة. فالأولويات المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات تتم بالتنسيق المباشر مع تركيا وسوريا، فالأخوة في تركيا وسوريا هم الذين يحددون الأولويات ونحن نقدم المساعدات. ففي تركيا الأولوية عندهم هي فرق البحث والإنقاذ، وكذلك مستشفى ميداني جاري تجهيز مستشفى ميداني من القوات المسلحة لدولة الإمارات، والآن موجود في تركيا فرق بحث وإنقاذ من وزارة الداخلية، عدد فريقين متخصصين ومتدربين عالي التدريب، فريق من شرطة أبوظبي وفريق من شرطة دبي. تحركوا صباح اليوم الفريقين من مدينة أضنة إلى غازي عنتاب التي تبعد 200 كيلومتر، تحركوا برا وتحركوا جوا. بالنسبة لسوريا، الأولوية المساعدات التي حددها الأخوة السوريين هي المواد الغذائية والخيام، ولكن جاري دراسة وبحث إمكانية تقديم دعم آخر بفرق البحث والإنقاذ وكذلك مستشفى ميداني. تم اليوم كذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي إجلاء عدد من المواطنين من منطقة الكوارث بواسطة طيارات القوات المسلحة، وهما الحمد لله بصحة وعافية. هذا أبرز ما يمكن تقديمه لغاية الآن عن موقف العملية. لو تطلعنا على أبرز يعني التحديات التي تواجه هذه العملية خلال تقديم الدعم الإنساني في كل من سوريا وفي تركيا ساعة اللواء. توجيه سيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو تقديم الدعم النوعي والكمي أيضا بغض النظر عن التحديات التي تواجه عملية الدعم الإنساني، ولكن التحديات متعددة ومتنوعة. فإذا نتكلم عن تركيا فتكدس المطارات بالطيارات أبرز أنواع التحديات، بالإضافة إلى الطقس البارد جدا، وكذلك وجود مخاطر لحدوث هزات أرضية ارتدادية. أما في سوريا فأبرز التحديات يمكن تتلخص في الموقف الأمني، وخاصة في حلب وإدلب، بالإضافة إلى الطقس. ورغم ذلك، رغم هذه التحديات، عملية الفارس الشهم مستمرة حتى إشعار آخر بتوجيهات ومتابعة مباشرة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. أود أن أشكرك على هذه المداخلة من أبو ظبي، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، اللواء الركن صالح بن مقرن العامري. شكرا جزيلا لك. شكرا.